راحة قلبي. طيب مين من الملحنين دول اللي شايف ان هو اشطر حد فيهم وتحب ان انت تغني من اغاني؟ وليد سعد ولا محمد يحيى ولا عمرو مصطفى؟ اهو وليد سعد طبعا بحبه جدا جدا يعني يعني ده ما بيقللش طبعا من الملحنين التانيين ده عظماء يعني بس وليد سعد انا بحب طريقه الالحان بتاعته والجمل بتاعته. ماشي نسمع سقفة طبعا لوليد سعد. وعارف محمد يحيى عامل لي برضه لحن محمد يحيى عامل لي سألت نفسي كتير. نسمعها. بحبها قوي. يا ريتني ما قلت لك. سألت نفسي كتير ما رستش يوم على بر أنا اللي فيها الخير ولا اللي فيها الشر مليان عيوب ولا خالي من الذنوب ولا ولا انا جوايا ومش داري الاتنين في بعض الاتنين في بعض وخمسمية حاجة ملهمش دعوة ببعض دعوة ببعض. قول لي يا حبيبي لو هتلحن اغاني فوازير تختار مين من دول تلحن لهم؟ مريم فارس ولا شيرين ولا دنيا سمير غانم؟ بصي هما يعني يمكن اعتقد مريم فارس عملت قبل كده فوازير شيرين ما عملتش الموضوع ده قبل كده بس يعني دنيا سمير غانم يعني عندها شمول اكتر يعني استعراض كمان بتغني وممثله قويه فاعطاء يعني ممكن اختار دنيا سمير غانم. يا دنيا اللي مولعها معانا على طول واحلى ساعه في الدنيا. طيب اخر سؤال يلا هنحط لك دلوقتي صوره اتنين من الفنانين ولو افترضنا افتراض انه خلاص انت هتكمل بقيه حياتك كلها مع الفنانه دي بتلحن لها وهي بتغني لك بس مفيش غيرها فهتختار مين والفنانه اللي انت هتختارها اللي قدامها هتطير وهنحط لك واحده غيرها فتختار دي او دي وهكذا لحد ما واحده تفضل مكمله معانا نشوف مين اللي انت هتختارها في الاخر. اوكي ماشي. يلا نبتدي باول اثنين شيرين وانغام بسرعه عشان الصور كتير. انغام طيرت شيرين للاسف ونسمع سقف الانغام. اللي بعده انغام وامل ماهر. انغام انغام مكمله معانا. انغام ونجوى كرم. انغام 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 وهيفاء وهبي. هشتغل معاها ولا انغام تلحين ولسه انغام انغام ونانسي عجر. انغام لا 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 انغام واليسا. انغام انغام باكتساح يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ انغام وماجده الروم. ماجده الروم اهو. اخر اختيار ماجده الرومي واصاله. أصولة حبيبتي أصولة وسولة ده عسل. طيب يعني احنا بنقول طبعا ميرسي لسولة وميرسي لأحمد بس هنطلع فاصل ونرجع لك تاني على طول ونرجع لجمهورنا كمان استنونا. رجعنا
لكم بعد الفاصل، ولسه مكمل معانا العسل والسكر احمد سعد. ودلوقتي هنلعب لعبه انا شخصيا بحبها جدا، وهي لعبه ابجد هوس. هنعمل ايه؟ عارف الحروف الابجديه؟ طبعا عارفها. هنبتدي، انا مثلا ابتدي بحرف الالف، اقول لك جمله، ترد عليا بحرف الباء، ارد عليك بالتاء، بس جوه موضوع هنعمل منه قصه. ماشي. اوكي؟ ماشي. ابتدي انت. ابتدي انا ولا انت؟ ابتدي انت. ليديس احمد. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. بصراحه انا بحبك. تيجي معايا؟ نخرج؟ ثواني وتلاقيني قدامك. جايز تراجع نفسك؟ حصل، بس رجعت قلت ان انا عايز اجي معاك. خساره. 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 ده كلام تقوله لواحده مزه زيي؟ ده زبونه مش مزه. لقد خسرت لان زبونه بالزين وليست بالزين. وشوش. لا يا سامي، لا انا اللي عشان دي خساره. طيب خلاص كمل عشان انا بحبك. ذال. انت قلتي اخر جمله عشان برضه نبقى ماشيين في الموضوع. قلت لك ده كلام تقوله لواحده زيي؟ مزه مش زبده. مع الزين بقى بصراحه مقصرين معايا قوي في اللغه. خلاص انا اخد الزين. خدي الزين انت وانا اللي بعديها والله. ماشي. ذئب. ذئب وتحاول ان تفترسني ولكنك لن تستطيع. رمرامه وبتقولي كلام عليها ميتة. زيك زي غيرك، كلكم بتقولوا نفس الكلام. ايه ده؟ سي سمعتي، ما تقوليش الكلام ده. شرفي ضيعتهولي. صوت. صالحة يعني؟ ضايعة يعني. طريفة أوي أنت. ظريف أوي أنت. عين. على بالي أقولها لك والله. غبي وهسيبك وامشي. فتحت الكلام يعني اهو، ما تزعليش بقى. قفلته ومش هكمله. كرامتي فوق الجميع. ما حدش يجي عليا. ايه ده لام الاول؟ لا خدعت. طيب انت اللي كسبت، وعشان انت اللي كسبت هتسمعنا اغنيه. ايه ده؟ مش عايز تسمعنا اغنيه؟ لا انا اللي اطلب. انت اللي تطلب؟ اه انا اللي كسبان. لا انا اللي اطلب عشان انت بتحبني وهتسلفني الحكم بتاعك. ولو كنت كسبت كنت هتعملي، كنت هتعلقيني وانت ما تحبيش حد. لا والله بحب. ماشي يا حبيبتي اطلبي. هتسلفني الحكم؟ هسلفك الحكم. اه هتنفذه لي؟ هو ايه بالظبط؟ عايزاك عايزك تقلد لي حد من الفنانين. ليه؟ يلا. هو انا ليا حكم ولا لا؟ ليك حكم. ماشي. زي مغني يعني؟ اي حد انت عايزه، بيغني بيمثل اي حد. كلام الناس لا بيقدم تيلاليلم ولا يؤخر، ده كلام الناس ملعمة وغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمعهم؟ أنا عايشي بسمعهم، عيوني محد يمنعهم، ولا بالوقت هتأخر بكلام الناس
كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يأخر. الله عمنا كلنا. لا احمد يا سعد نورتنا ونورتنا حكمك بعد المزاولة وهتقولولنا بعد الحلقة واستنونا في حلقة جديدة من برنامجكم 3 في 1.